هاي، كيف الحال يا جماعة؟ مساكم بخير. المقطع هذا رح يكون رايق، مش رح اصيح ولا اشي. عارفين ليه؟ لانه مش هلعب باختصار. هتجيب معك كاسة شاي، شوية بشار، استمتع ونشوف السكنات اللي عندي كاملة. يب، خلص محتواي. بمزح بس يعني ماخذ اللقاح يعني حاسس ان هيك مكسر، ف يعني مش عارف انا قاعد يعني الزبدة. هنشوف السكنات اللي عندي ويعني كيف احكي لكم، هنستعرضهم يعني. هنعمل ايه يعني؟ هنستعرض السكنات اللي عندي. وبالمناسبة قبل ما ابدأ الفيديو، انا ما لاعب اي سلسلة من سلاسل الكود اللي على البي سي او البلاي ستيشن او ايا يكن، لذلك ما بعرف الشخصيات او ما بعرف قصصها. فلما احكي مثلا عن كابتن برايس مو حلو، لا تنزل تحكي لي يعني انت خارج من الملة لو سمحت. يعني ماليش، الشخصية الحلوة حلوة واللي مو حلوة مو حلوة. واو، هاشتاج بديهيات ديم. طيب نبدأ. مش عارف كيف راح الترتيب راح يكون، بس على العموم أول سكن ظاهر عندي السيدة. سكن حلو، من كثر ما ذكرته ضعيف مش ذاكر متى ربحته. توقعها مع الأكيمي 17 ولا ما أدري. المهم نروح اللي بعده. برايس عادي يعني، فاهمين علي؟ عندي ثلاثة برايس. برايس برافو 6، هذا اللي في الباتل باس. برايس النقيب، مش عارف هذا لو الأصلي أو لا، بس يعني أوكي أنا شايفه أحسن واحد فيهم. وبرايس موت الليل عادي، فاهمين علي؟ يعني مش قوي. أنا جوست، عندي كثير جوست يا أخي، يمكن كل جوستات عندي إلا جوست بلازما. عندي جوست شبح الموت، بصراحة من أفخم السكنات الحقيقة بستخدمها، يعني السكن كثير حاب وحاطه في عدة كلاسات. في جوست القصاص، يعني جوست الليجند بصراحة يعني قد يكون أسوأ شخصية ليجند في الشخصيات اللي نزلت بين ميرك ونيكتوم. جوست تقريبا يعني أسوأ سكن، حتى مش ذاكر مع يس لحد نزل مع الشتجن الشورتي. أوكي، جوست تحديقة الموت عادي. الفك العظمي يعني حلو، هو حلو مش سيء. المواد الخطرة، هذا أسوأ جوست موجود حاليا. جوست راعي البقر حلو بصراحة، بس يا اخي نادر انه تشوفه بالرانك. جوست التخفي، مش عارف ليش مخاوي بالعواض السكن، يعني احس انه ثاني اسوأ سكن بعد جوست هذا المواد الخطر. واخيرا جوست سيزون 1، بصراحة السكن كثير خرافي يعني، بس انه ايه ده الراوتر بيولع. المهم جوست الموسم الاول الشبح، بس كده هو كده الشبح. طيب خلصنا من شخصيات جوست، نروح على سبكتر. واو عندي أربعة منه. سبكتر البقائيين أوكي مش حلو. هل لعبت فيه؟ زي ما شايفين مكتوب جديد، لسه مش مستخدم أساسا. سبكتر النينجا مش حلو. سبكتر الكروم، أنا أتوقع من أسوأ الشخصيات اللي نزلت في كود سكن يعني. وجاسوس بيكسل سكن عادي مش حلو كثير يعني، بس على الأقل جربته لما نزل. جولم ايفرجلايد حلو بس مش كثير يعني. هل راح العب فيه؟ مكتوب عليه جديد لسه مش مستخدم. او جولم سيبيريا برضو يعني عادي، تحسه سكن بوتات. ارتري اوكي يعني شوفوا في سكنات بحكي لك انا سكن تراي هارد، اللي بشوفه بيلعب بسكن ارتري الحمراء بتعرف انه داخل يلعب على ايش، على مستقبله على حياته، فاهمين علي؟ فتاة الموت حلوة يعني، حلو تستخدمها في الباتل رويال. شوفوا الشخصيات الحلوة اللي بيكون لها عباية في الخلف وبتلعب فيها بالباتل كثير بيكون يعني مميز وحلو. فيلكان جندل عادي مش سيء. والثاني هذا سيء، ليش هيك شكله يا أخي؟ إيه ده؟ أنا متى فتحته؟ أنا هذا السكن أول مرة بنتبه عليه إنه عندي، بس حرفيا بكون مغفل كبير قد الدنيا لو إني مشتري هذا السكن. إذا وصلني من الشركة عادي، بس إذا مشتريه مغفل رسمي من أسوأ السكنات. طلع كيف شكله سيء، مؤذي للعين شكله. واو زمان تبع الخردة، قطعت الهدوء اللي كنا فيه يا أخي، حرام عليك. وأخيرا انصرف، نروح للي بعده. الجنرال شيبرد يعني مش عارف، أتوقع إنه من الشخصيات المكروهة في اللعبة. حتى طلعوا شو كاتبين في الوصف تبعه، إن الجنرال شيبرد قائد يحظى باحترام كبير. أحس هاي كذبة إبريل. اللي بعده أليس، بصراحة سكن يعني واو، عندي ثلاثة أليس ديم يعني. أليس دمار المعركة تبعت الباتل باس، يعني بعطيها من ضمن الثلاثة اللي عندي
مثلا 7 من 10، تمام. الغواصة بعطيها 9 من 10، والأصلية بعطيها 8 من 10 لأنها كثير حلوة. سكن ميل سم صراحة كثير خرافي، وأحلى سكنات له الميل سم CTSFO ستوفو مدري، المهم هذا سكن كثير خرافي. والثاني اللي هو اللي الوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب بالبلقان، بصراحة السكن الفخم الثاني جدا خرافي، يعني بتشوفوني كثير بستخدمه لأنه جد خرافي السكن. أما باقي السكنات عادية هي حلوة بس يعني مو زي هذول السكنين، ولسه في تبع اللي في الفعاليات اللي حاليا موجودة كثير خرافي، فعشان هيك قاعد بلعب باتل رويال عشان أربحه. مانتري معروفة زيها زي أي سكن تراي هارد، يعني خلص يعني هسه بتشوف واحد يلعب في سكن مانتري بتعرف إنه هذا إيش داخل يفوز بالعربي. فعنا متسلل فضي بصراحة يعني أنا شايف إنه هو أحلى سكن إلها بصراحة، أحلى من الأصلي حتى. في سكن الزهرة متفتحة جدا عادي، وفي سكن تبع البطولة برضه عادي، بس لا الفضائي هذا جدا خرافي. غريغر غريغر غريغر، واو نفسي أعرف شو مكتوب بالإنجليزي. على العموم عندي سكن واحد منه يعني أصلا ما انتبهتش عليه، مش عارف وين هو موجود أساسا. بلاك جاك بيشبه واحد صاحبي، مش عارف عادي يعني السكن. مرتزقة عندي كثير مرتزقة دايم. أوزونا ربحته ببلاش عادي. الخلود اوكي ماشي حاله. من اجل الذهب هذا حلو، اجب فعاليات بطولة تبعت العام الماضي. دماء في المياه سخيف، اما هذا احلى واحد فيهم اللي هو الاصفر تبع الموسم الثاني في الباتل رويال او الثالث، والله مش لا الثالث بصراحة احلى سكن فيهم. بس بتعرف مين احلى منهم كلهم؟ الاخضر اول واحد نزل، بصراحة هو مش عندي بس بصراحة خرافي هذاك. روين عندي كثير سكنات لروين، بس يعني ما شاء الله روين شخصية باللحية. اودن وفي الانفجار الضخم سيء، الثورة الصناعية سيء، الشيم سيء، كلياتهم سيئين، بس روين هذا اللي اجمع الاكيمي 17 جدا خرافي. تشارلي وما ادراك ما تشارلي، يعني تشارلي عمري ما انساكي. الصيادة اسوأ سكن لها لانها ايش خلعت القناع، يعني اين حجابك يا اختاه ارجعي. تشارلي العادية بصراحة يعني تشارلي المشؤومة كانت ايش يعني كانت المفضلة بالنسبة لي، بس من وقت ما اضافوا تشارلي مجانية يعني هبتها من 10 نزلت لخمسة. فتشارلي المجانية يعني قد ايه اذا بتتذكر كم صندوق فتحت عليها، يمكن 250 اتوقع اني دافع عليها 15000 سي بي تمام على تشارلي المشؤومة بس. والائتلاف يعني في عندي 4 تشارلي وهي احلاهم يعني المشؤومة، بس انها جد مشؤومة. ديمير مش عارف هذا السكن وين موجود، كان توقع الموسم الماضي في باتل باس بس انه عادي يعني. الحارس عادي هاي. كاسيوس برضو سكن عادي، بس السلاح اللي اجي معه على MX9 الليجند جدا خرافي وله احلى افكت، تقريبا احلى افكت كل باللعبة. سايرن عندنا هيدروليكي هاي مع ال يا اخي انا ناسي هذا السكن انه عندي وربي رهيب. ايه ده استخدمه يلا. وفي عند سايرن الثانيه اللي نزلت مع سلاح الكار يعني عاديه، هي هاي الاصليه يعني اول واحده نزلت، فبصراحه حلوه وربحتها وقتها ب 20 سي بي يعني من اول سحبه. في عندنا روت جدا عادي. زومبي حارس المافيا سكن واحد بس عادي برضه. سيراف نشوف سيراف، يعني انا عندي يمكن 4 سكنات لسيراف. القاتل الخطره عاديه، هاي في الباتل رويال تقريبا الموسم الماضي واللي قبله برضو عادية. كل سكنات سيراف عادية الا اول واحدة نزلت في عجلة حظ قديمة تبعت الاتش بي ار كانت احلى اشي، والباقيات عاديات. هاي مش عارف ليش اشتريتها في الحزمة كأنه كان معي سي بي كثير. وسيراف ديسباردا ديسباردا اتوقع هيك اسمها عادية برضو. سوب برضو ما عنديش اي تعليق عليه، بس سوب العادي احلى من الهاي، بس يعني حلاقة سوب مقرفة عشان هيك يعني تراش. دومينو الثورة مش عارف وهو هاي بنت، والله أول مرة بنتبه عليها، هو غريب هذا السكن أصلا ليش ما ينزلوا شخصية بدون قناع غريبة. في عنا روزا كمان، روزا سكن واحد برضه هاي باتل باس. مش راح أحاول أصلا أقرأ اسم هاي الشخصية ماشي، لأن غواص فضاء وخلاص تمام. الكشاف شو في عنا، سائر عن النيران، العصبة وكشاف عادي نايس. ريكون سكن الغواص يعني دفش السكن بصراحة ما عجبني. روروك عادي السكن، انا بستغرب انه في شخصيات لحد الان بس نازل منها سكن واحد، يعني موضوع جدا غريب. روزي السكن هذا عادي بصراحة، بس السكن اللي الاساسي تبعها اول ما ينزل هشتري الاسود السك يعني جدا خرافي. ميرك
واو، عندي سكن واحد لميرك بس. والله ايه ده، على العموم مش حلو السكن. اوتير برضه سكن واحد يا اخي، في كثير شخصيات مجهولة يعني، فيش الا شخصية واحدة وبس. واو، وصلني رسالة عن جد، يعني رسالة جدا مهمة. اشتري فيلا بسعر شقة ابتداء من 195 ألف. واو، لا عرض مغري يا جماعة، سلام، بدي اروح اشوف هالشقة اللي سعرها ربع مليون دولار، يعني هذا سعرها يعني الاول. باي باي يا شباب، باي. وين دقيقة. طيب سكارلت من افخم الاسكانات اللي عندي، سكارلت رودز هاي الاصليه، والثانيه بصراحه ثنتين احلى من بعض بس الاصليه احلى، يعني بما انها الاصليه ف يعني الاصلي اصلي 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 يابا. كروجر تبعت الهولجر، كروجر شوفوا كل سكنات كروجر سخيفه تمام، يعني مش حلوه الا سكن اللي نزل مع الهولجر، هذا احلى سكن فيهم. كلب امريكي سكن ملوش اي داعي في اللعبه، مسحوه بليز. طبيب ساحر عندي سكنين تبعه مع الاس كي اس ليجند، واللي مع الام اكس 9 لا شو اسمه كي ان 44، بصراحه سكنين عاديين يعني. الطليعه السكنين عاديين، بس السكن الاصلي تبعهم نزل زمان، لو يرجع ينزل هشتري لانه جد خرافي وكيوت يعني السكن. كان رامبو يعني بستخدموش مطلقا. سيلا في ثلاثه سيلا، السيله الزهريه، المغبر، والورديه، يعني عادي تحسه سكن بناتي بزياده يعني، فاهمين علي. مورتي ريكاند مورتي ريكاند مورتي مش عارف مش عارف بصراحه. اليكس ما اعرفش عادي. فقر هذا أسوأ سكن موجود في اللعبه يا جماعه، شوفوا وجهها، وجهها سيء. اشوف لا كويس، عدلوا عليه، كان كانت مسخ حرفيا. بارك عادية. الحارس الاستطلاعي برضو عادي يعني، ربحته هيك من اول سحبة. تاكيو تاكيو سنسي عادي برضو. زيرو السديم والهروب اثنين مش حلوين. هيدوراكاي الزعيم مش حلو بالمرة، تحسه من فري فاير جاي. اليس ملاك الموت مش حلو السكن. مارا يا الله، مارا يا انت فين، انت فين من زمان، ايه ده زمان عن همارة، يا الله تتذكروا يعني، يا الله يا جماعة اقسم بالله خلتني امرض مارة، يعني ما بتتوقعوا قديش يمكن دافع عليها 200 دولار تخيلوا عشان افتح سكن مارة، بس حرفيا كانت كارثة يعني، والله كانت كارثة يعني، يا والله ذكريات. المشكلة رجعوها مرتين او ثلاث في الصناديق يعني، حرام عليكم والله حرام. هي بس هاي الحلوة سكن مار القطة، يعني أصلا لها ملابس القطة يعني حلوة، باقي السكنات الثانية لها سخيفة. متعقب مدني السكن الأصلي منه بتعرف إنه تبع جماعة تراي هارد، سكن مدني هذا ليلن سخيف. المنفي هذا اللي مع جي كي اس حلو صراحة. ريزنو في الغابات تحس هذول تبع سكنات بوتات تمام. ميس عندنا العودة الزاخرة والمقبرة، بصراحة المقبرة أحلى يعني هيبة أكثر، فاهمين علي. مخضرم الحروب هذا من أسوأ الإسكانات موجودة. إيثر حلوة يعني كيوت يعني، فاهمين علي، حلو حلوة وكفى. بروفيت يعني من أسوأ الإسكانات يعني، هذا يعني هذا بأي جدا أنكم تمسحون من اللعبة كاملة، ملوش أي داعي. الجبهة بصراحة في كثير بحب هذا الإسكان، احكوا لي قصته بالتعليقات، لأني زي ما حكيت لكم ما لعبتش اي نسخ كود، بس يعني بسمعكم كثير بتحكوا هذا السكن مفضل بالنسبه لكم، يعني بتقارنوه في جوست وسوب وكابتن برايس وهي الشخصيات، ف يعني حاب اعرف هو شو قصته. ها على العموم انا ما بحب السكن يعني. ديفيد مايسون فعلا سكنين له مش حلوين. هاي الشخصيه من اسوء الشخصيات، حتى بديش يعني بديش انطق اسمها. ادلر عندي سكن واحد تبع باتل باز. نوماد يعني من اعفى السكنات، لو سمحتوا احذفوه ملوش داعي. النخبة بي ام سي، السكنان اللي عندي اسوأ من بعض، بس السكن الاصلي منهم اللي كان زمان موجود في المتجر في عملة السي او السي بي، كان يمكن سعره كان 1600، كان جدا خرافي، من يومها ما رجع اشترى يعني سكن او جي على الاخر. كاماروف سيء. اوت رايدر من اكثر الشخصيات اللي عندي لها سكنات. اوت رايدر يوم الموتى، اول عجلة حظ نزل فيها سكن اوت رايدر يوم الموتى، بصراحة كان اشي فخم، بس من بعد ما رجعوها الهيبة حرفيا من 11 من 10 نزلت لسالب 1 من 10. اسود متوهج والهان والامازونية وقطبي، هاي سكنات اوت رايدر اللي عندي. ريبر
المميز المطحنة والريبر الأصلي. ما بحبش هذا الريبر بالمرة، يعني في لي قصة صارت معه زمان. كنت داخل جيم وفي واحد من تيمي كان بيستخدم شخصية ريبر وضل يبعت رسائل، وبتعرف صوت ريبر مزعج ماشي، والله يا جماعة طول الجيم انه يضل يبعت رسائل، والرسائل الطويلة اللي بيضل يحكي فيها وصوته مزعج مزعج، لدرجة اني يعني من كثر ما طفشت منه مش قادر يعني اعمل له ميوت، يعني بعمل لصاحب الشخصية ميوت على الفاضي، الرسالة صوتها بطلع، لحد ما عملت كتم للعب وخلصت الجيم بدون صوت. تخيلوا قديش المعاناة اللي عانيتها هذاك الجيم، رحت مبلغ عليه يعني بعد الجيم على طول. العمليات الخاصة يعني هذا السكن، يعني هذا السكن، شوف هذا السكن من السكنات المميزة. يعني في نوعين من الناس بيستخدموا هاي الشخصية، الأول اللي هو بوت هسه نزل اللعبة ما عندوش أي سكنات، والنوع الثاني واحد مختم اللعبة وطفشانها فبيلعب بهاي السكنات عشان يعني إيش، يعني يبين إنه بوت بس هو إيش، جلاد قطاع، فاهمين علي؟ تينجو مسيء، كابتن بارك عادي، ماكروف احنا مش حكينا عنك يا حبيبي. اللي بعده باتري، عادية، في عنا لها شوية سكنات، باتري فالنتاين، قطبية، جماجم ودماء، محارب طارق القاحلة والمكيدة، يعني سكنات عادية. تاين تشاو يعني من أسوأ السكنات بصراحة، أنا سفلت بكل السكنات تقريبا. نيكولاي بلينسكي عادي يعني، راعي الظلام هيبة بصراحة، جد هيبة يعني، بس انه يعني وجهه نوعا ما هيك، يعني القناع اللي على وجهه يا اخي عدلوه شوي هيك، خل يعني مش عارف زبطوه. العمليات الخاصة خمسة، نفس اللي حكينا عنه قبل شوي. نكتو عادي، كان عادي. العمليات الخاصة أربعة برضو عادي يعني، فاهمين علي؟ ريختوفن برضه سيء يعني. بهاي السكنات مش عارف، في كثير سكنات في اللعبة يعني ما حدش بيستخدمها اساسا. ترينس بروكس، ايه ده يا عم يا عم يا عم، قوم من وجهي يا عم. النقيب، الاثنين عاديين بصراحة. تانك ديمبسي عند الشخصية هاي الأصلية، وهاي اللي نزلت في الموسم اللي مش عارف قديش، يعني صار في كثير مواسم باللعبة يا أخي، ايه ده، بس هاي برضه حلوة يعني الشخصية بصراحة. شو اسمه هو، جوستي مش عارف، المهم سكن عاديات الاثنين، سكن ما بحبوش يعني مش حلو. العمليات الخاصة فاير بيرك مع سكن الأرنب، يعني بصراحة كنت مبسوط كثير لما ربحته، ومن بعدها أنا خلص بطلت ألعب فيه، هي مرة واحدة اللي جربته فيها وكفى. وأخيرا وليس آخرا، أليكس مايسون. يا قد صار لي بصور زمان، صار لي بصور، بس على العموم هذا كل شيء كان لدينا أحبتي. أتمنى أنها كانت حلقة لطيفة خفيفة يعني بسيطة جدا، مش عارف يمكن المقطع يطلع 20 دقيقة الله أعلم. لو وصلت لنهاية الفيديو وبعدك تسمع، يعني عن جد أريغاتو جوزايماس، يعني اكتب لي حط قلب أسود في التعليقات لو وصلت هذا المكان في الفيديو، يعني عن جد أنت شخصية يعني، شكرا لك، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا على خير دعواتكم، لأني يعني اللقاح حرفيا بهدلني. وبس تكلمت كثير، شكرا خير، سلام.